فمشكله السياره، فمشكله احتياجات عياله، احنا قاعد نعطيهم ضغوط نفسيه او ما نكافئهم صراحه في هذه المرحله العمريه للاسف نعم. الشديد. دكتوره سمر الرومي مرشحه الدائره الثانيه، لاحظ وانت قاعد تحكين قبل قليل في الكلمات او المفردات الاجنبيه قلتي مثال متعودين احنا البيج براذر المنتورينج، متعودين احنا رجل الامن او الشرطه، قلتي بوليس يا أمس لتش ايه لتش لتش شغلات خارجيه ايه نعم. معنى اصح درستي بالخارج. انا شغلي حتى شغلي من 2007 حتى انا من 96 تقريبا انا وانا اسوي الماجستير والدكتوراه، انا ما اكتفيت بس اني ادرس، انا من الخطوه الاولى اللي دخلت فيها امريكا كنت دائما اشتغل مع منظمات سواء منظمات نفع بالخارج عام جدا منظمات نفع عام بخبراتك منظمات نفع عام والمنظمات شو اسمه فدراليه اشتغل فيهم، اشتغلت كثير من المؤسسات وحاليا انا اشتغل مع برنامج جامعه ييل اللي هي التنميه الانمائيه، فاحتكاكي في المجتمع المجتمع ما ابي اقول الامريكي، المجتمع العالمي بالتحديد، وانا جدا مهتمه في برامج التنميه، جدا مهتمه في التطبيقات التنمويه، فعشان كذي لمست ايش كثر احنا بعيدين، ولمست فعد احنا ليش مشاكلنا بيننا وبينهم جدا جدا جدا، وانا اعرف وين المفارقه، لان هم عندهم عندهم تلبيه الاحتياج المتكامل لجميع طبقات الشعب، الطبقات التعليميه والطبقه الاقتصاديه والطبقات الاجتماعيه وخلفيتها. واحنا شنو عندنا؟ احنا صراحه يعني معتمدين جدا على العادات والتقاليد ومعتمدين على الثقافه الدينيه للاسف الشديد، وحاطين بس هذا انه خلاص هي بتعالج قضايانا وبتعالج احتياجاتنا، وفي اشياء كثيره احنا مو موفرينها للمجتمع انه ياخذ الفرصه ويحتاجها. ما يتطور مع العصر العولمه اللي قاعد نعيشه والتنميه والازدهار اللي قاعد للاسف قاعد ناخذ القشور وقاعد ناخذ الاسلوب الاستهلاكي وقاعد ناخذ التطبيقات السيئه قبل ما ناخذ تطبيقات الصح فعلا الصحيحه التنمويه اللي تساعد فعلا بانك انت شنو تكون ممارستك الانسانيه، ممارستك التاخويه، ممارستك القياديه، ممارستك التناغم في فريق العمل، ممارستك في الاحترامات القياديه، ممارستك في انك تعرف انت شنو ممكن تقدم لوطنك قبل ما وطنك يقدم لك، شنو ممكن ان انت يعني شنو الممارسه الصح اللي تؤدي الى مزيد من التناغم في المجتمع، تؤدي الى مزيد من كذا في عمليه التشريع، في عمليه اللجان، في عمليه المواكبه. تصدق انا قاعد ادرسهم انا قاعد ادرسهم مع احترامي لجميع صراحه درستيهم وخير دليل درستيهم. قلتي هناك بعض النواب في الدائره الثانيه تحديدا ملفاتهم متخمه. اي نعم اي نعم اللي شفتي. اي نعم انا درست وشفت انه جدول الاولويات أنا شفته عند الاثنين صراحة، عند الحكومة وعند مجلس الأمة. جدول الأولويات مو واضح، وجدول الناخب حتى نفسه يعني مو مؤثر في صوته ومعلي صوته أن أنا وين أولوياتي. لقيت هذه، وبعدين لقيت أن لما عملية الطرح في مجلس الأمة في التشريعات المطروحة ما فيها أسلوب التكامل. فيها اسلوب منصب على اتجاه معين ومركز عليه، بس في تكامل، المجتمع لازم ننظر له بدائره متكامله وليس في تصاعد، ابي اشوف نفس الوقت انا قاعده امر تشريعاتي، هل انا لبيت احتياج الاسره؟ هل انا لبيت احتياجات التعليم؟ هل انا لبيت احتياجات الصحه؟ هل انا لبيت احتياجات المتقاعد؟ هل انا لبيت احتياجات التعليم والصحه؟ دكتوره ملفات متخمه، مال متخمه، افكار متخمه بالقضايا. شنو المتخمه اللي انت تطرقت لها في التواصل الاجتماعي؟ وصفك للاتخام التخمه هذه من اي ناحيه؟ في التخ اي تخمه؟ تخمه النواب بالدائره الثانيه تحديدا. بالدائره الثانيه نعم. انت حددتيها بكتابتك، حددتيها بالدائره الثانيه. بالدائره الثانيه ان ملفاتهم متخمه وان راجعوها وشوفوا من اللي يستاهل يدخل وما يستاهل. هذه اللي جسمها شنو التخمه هذه؟ التخمه راجعها من اي ناحيه؟ لان انا اتوقع هذا الشيء اشتغلت عليه في الاكيد، بمعنى ان ملفاتهم متخمه، بمعنى ان انت شوفه اللي صار له كل هالسنين في المجلس واداء الاولويات اللي احنا الحين قاعد نعاني منها ووصلت الديره فيها ان امانها يزعزع وكيانها يزعزع. ما نسال نفسنا ليش وصلنا؟ ما تسالي هذا الناخب المتخم ملفه بانه وين عن جدول الاولويات؟ وين عن هذه الاحتياجات؟ ليش وصلنا؟ صير يا ناخب واعي، شوف اهتماماته، اهتمامات اقتصاديه بما يعزز مصالحه الشخصيه، بما يعزز الكتله اللي هو يمثلها. يمثل جدا جدا، ترى بمراجعه اخوي الناخب
وانا اول على ذكائك الله يخليك. احنا قاعد نتكلم على التغيير، اذا انت ما غيرت من تفكيرك وما غيرت من اسلوب تصرفك وما غيرت في مراجعتك وطرحك بذكاء، رجاء ما راح تعرف تفلتر. فلتر وصفي واشخل، اشخل رجاء عشان يطلع لنا مجلس قوي يساند بإذنه الكريم حكومة قوية. وهذا بعد اللي نعول عليه، ان حكومة قوية حتى لو كان مجلس ضعيف، الحكومة القوية اللي عندها أولوياتها واضحة وتطبق من العدالة. شنو تبي من الحكومة؟ انا ابي بس حكومة قوية تطبق العدالة والمسطرة الواحدة، وتم والبداية تشتغل هي من نفسها على الفساد السياسي وعلى الفساد الإداري. والله أن المجتمع لا يسمع لناخب، لا يسمع لصوت عالي لا المعارضة، ولا يسمع لصوت عالي التعصبات هذه، ولا يسمع لنائب المخدمات. بس دكتورة، دكتورة أنت ذكرتي أن النواب لهم مصالح اقتصادية مثل ما جداً قلتي جداً. بس هو يقسم قسم خلال دخول المجلس، القسم هذا أتوقع أنه راح يقط وراه شنو مصالحه. أي يمكن، يمكن أنا بعد ما أبي إيش اسمه صراحة، أنت ساعات إحنا السبجكتيف على كلاتهم بعد إيه، ساعات تصير عملية يعني مو موضوعية. يعني مثلا هو ينظر لها على أنها موضوعية، أن أنا مثلا قاعدة أحمي طبقة التجار. هو عنده أن الكويت تمثل 90% طبقة التجار في تنظرة، فهو يحمي هذا الملف ويمشي على هذا الملف. مجموعة ثانية هو بنظرة كذي أن هذه الكويت، فهو قاعد يقسم على كذي داخله، لأنه قاعد يقسم قسمين. هو ما يشوف أنه قسمين، قسم اللي مطلوب منه إنه يحمي مصر كذا، قسم واحد. إيه هو يقسم داخل قلبه شيء آخر وداخل عقله وتفسيره، تفسيره ال مثل ما تقول اللي هو الفئة اللي هو يحميها. بس ما نسميه قسم هذا دكتورة. هو عند نفسه قسم، ولما تكون في كتلة، ولما تكون في كتلة هو قاعد يقسم، هو قاعد يحمي الكتلة اللي هو يمثلها. فهو كان يمثل الكتلة الطائفية ولا كتلة قبلية ولا كتلة، هذه أولوياته لأنه قاسم عندهم أول. دكتورة شلون تشوفين الصحة عندنا؟ للأسف أنت حطيتها من أولوياتك. أنا حاطة برنامج الأولويات إخواني، دخلوا على تويتر عندي وشوفوا برنامج الأولويات، وأنا أطلب منكم تسوون برنامج أولوياتكم، وأطلب من كل ناخب إنه يحط أولوياته ويجمعها ويطابقها مع أي مرشح وأولوياته. بس أخاف دكتور نفسهم يوعدون وتحت قبة عبد الله السالم. والله راجعوا ملفي العائلي وملفي الاستعداديه والقبلي والعملي والتطبيقي، اذا لقيتوني انضم لاي تحالف لاي اجنده لاي شيء الا وطني وعاداتي الاجتماعيه وكذا. على عجاله. اي نعم. الصحه شنو شفتيها؟ الصحه للاسف الشديد من الثمانينات ما فيها اي اهتمامات، وخاصه في دائرتي الدوحه والصليبيخات. انا اشدكم يا ناس، فعلا مستوصفاتهم للاسف، يعني يروحون يجون من الصليبيخات، ينزلون يروح الغرناطة والقروان عشان يقدر ويقعد بالساعات. يعني هذا جدا ظلم، ظلم للأسف. وأنا فعلا أطالب في موضوع التأمين الصحي والتعليم. شو بتشوفين بالتعليم؟ التعليم بتوره. للتعليم عاد حدث ولا حرج. وأنا أقول أول شيء مطالب بالتعليم، يا أخي مو تغير لي فصول، ولا تغير لي كمبيوترات، ولا تغير لي ما أدري شنو، ولا تغير لي مباني. درب لي المدرس، درب لي المدرس على كل تغيير زمني. وانا معاكم، حركه التعليم ترى حركه سريعه، ومع تطور التكنولوجيا والجلوبال فيليج هذه والعولمه الموجوده فعلا، بس بشكل مستمر درب لي المدرس. كاهي البنوك، كاهي الشركات، بدقيقه منتج جديد تلقى صاحب البنك جاهز يبيعك المنتج بسهوله، مقتنع فيه ووضح لك اياه. المدرس نفس الشيء، يعامل بنفس الطريقه. لازم هيئه تدريبيه مستمره على اعلى القدرات والتميز. هذه بالدرجه الاولى اللي اطالب فيها بالتعليم. عشان كذي انا لما كانوا عيالي في المدارس هناك في امريكا ما كان عندهم كتاب، كان عندهم فولدر. كل سنه ولدي الاول يروح، الثاني اللي وراه ما يستخدم نفس الملف. الملف يتغير على حسب طبيعه العمل. اليوم احنا اليوم كان عندنا مشكله سبتمبر 11، معناتها المنهج التاريخي شيء يتعلق بسبتمبر 11، يتعلق في 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 قضيه موجوده في قضيه في قضيه التوين تاور اللي صارت في نيويورك ابراج. اي نعم. في صارت مثلا على ميت اسمها عاده المشكله اللي احنا كنا فيها، كان في قناص، كان في مري شنو، تلقاه موجود في الملف، يتغير حسب احتياجاته ان شاء الله. دكتوره سمر الرومي مرشحه الدائره الثانيه، كلمتك الاخيره لمشاهدينا الكرام. ارجع واقول لك يا ناخب، فعلا احنا في مرحله مفصليه عمرها ما صارت في تاريخ الكويت، ان الشعب مصدر السلطات واللي هي الامه اسقطت مجلس الامه. ما صارت مرحله مصيريه تغييريه. وانا اقول لك اياها رغم ان العمليه صعبه، يعني انا عندي بالدائره الثانيه يمكن فوق ال 65 مرشح، صعبه جدا انك تفلتر منه الافضل. بس انا اطالبك
هي مسألة شوف مسألة يمكن ساعة نقول من وقتك لمجرد 24 4 سنين تعطيها لبلدك الوطن، إن الوطن من الحب، الوطن من الإيمان. راجع وشوف من المرشح الأفضل لاحتياجات مجتمعك كاملة كاملة، مو بس باحتياجاتك الشخصية وصراعك الشخصي. شنو ممكن يكون اللي يفضل اللي يمثل أحسن تمثيل لاحتياجات المصلحة العامة والعدالة العامة؟ سارة الرومي مرشح الدائرة الثانية، شكرا على حضورك، أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله عضوة نشطة تحت قبة عبد الله السالم. مع العلم ألاحظ أنك تعولين أو تبنين دائما منطقة صليبيخات أو الدوحة أو كذا، النزعة القبلية عندك العنزية ما أخذتها على جهة، خليها على مسطرة واحدة. والله أني على مسطرة واحدة، والله أني ما أخذتها، هم اللي فدعوا لي. جزاهم الله خير، البركة فيهم. مشاهدينا الكرام متواصلين احنا وياكم إن شاء الله، ومعنا ضيفنا الثالث الأستاذ عمار العجمي مرشح الدائرة الثالثة. فاصل صغير وردي لكم مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا احنا وياكم متواصلين ومع ضيوفنا لحلقتنا لهذه الليله، ومعنا ضيفنا الثالث الاستاذ عمار العجمي مرشح الدائره الثالثه. حياك الله استاذ. الله يبارك فيك. ساعة مباركه يا ابو محمد. ساعتنا ابرك، وشاكر لكم الاستضافه. الله يسلمك. مع العلم ابو محمد قليل الظهور في وسائل الاعلام. نعم. هذه صفه يمكن سالوك فيها بكثره. يمكن لي وجودي دائما في الجو بصفتي طيار في الخطوط الجويه الكويتيه، دائما يعني احلق في الجو وبعيد عن. ما اخذت اجازه؟ لا الان في اجازه طبعا فتره. نعم استاذ عمار، من خلال تحليقك في الجو شلون تشوف الكويت من الجو؟ والله اشوفها كبيره على صغر حجمها، الا ان هي يعني كبيره في عيني وعين كل محب لهذه الارض. ان شاء الله. بحكم انك اول مره تخوض انتخابات مجلس الامه، شو الدافع اللي اعطاك تخوض هذه الانتخابات؟ لا شك ان يعني هذا الباب هو يعني باب من ابواب خدمه يعني الكويت واهل الكويت، ومن خلال يعني اصرار كثير من المحبين اللي يعرفون عمار على يعني دخول هذا المعترك. كنت متردد كثيرا للدخول لعلمي بانها يعني امانه وحمل كبير، ولكن وهذا سبب يعني تأخر تسجيلي لين يوم قبل الأخير. الأخير يعني قلنا بسم الله ونجرب هذه. تمثل نفسك أم تمثل تجمع إسلامي؟ إنما أمثل أنا نزولي مستقل. اختيارك اختيارك أستاذ عمار للدائرة الثالثة أسبابها؟ أنا من أهالي الدائرة الثالثة. أهل كيفان. ومن أهالي كيفان. نعم. ما في ان هناك يقولون في تكتيك بينك وبين احد النواب السابقين انه حجب الاصوات؟ لا يوجد هذا الاتهام، مع العلم ان الاشاعات تكثر في هذا الوقت. طبعا هذا الدائره الثالثه دائرتكم ما شاء الله تعج بالاشاعات، وخير دليل لها ان بالامس كان ضيفنا اخونا هشام البغلي مرشح الدائره الثالثه بسبب وفاة شقيقة، وقدم لنا التعازي أخو علي. طلعت اليوم إشاعات عليه بكثرة أنه أعلن انسحابه، وهو ما أعلن انسحابه، ما زال موجود وما زال مستمر، بس لظروف الوفاة يعني يحزن القلب. هذا يعني هذا وقت الإشاعات مع الأسف. ودائما يعني أقول بأن يعني أنك أنت كمرشح يعني تبني حملتك الانتخابية على الانتقاص من الآخرين، قمة الهبوط في المستوى، ولا ينبغي أن، وهذا خلاف يعني الشريعة السمحة، وخلاف يعني ما تربينا عليه من عادات وتقاليد، أن ما ننتقص من الآخرين حتى وإن اختلفنا معه. الدائرة الثالثة كل الأنظار عليها، يمكن هي تجمع جميع نسيج المجتمع الكويتي. صحيح. بجميع أطيافه. كويت مصغرة. نعم. نعم بجميعها، قبائل، حضر، سنة. نعم. شيعة، من جميع القبائل. نعم. خلال جولاتك شو اللي تلمسته بالدائرة الثالثة؟ لمست الحرص الشديد عند أهالي الدائرة الثالثة في التغيير. لمست حرصهم على يعني أن يكون هناك يعني عمل دؤوب من الجميع. لمست منهم حرصهم على أن يجب أن يكون هناك تكاتف بين السلطتين والتعاون فيما في يعني مصلحة الكويت وأهل الكويت. نعم. نرجع كذلك كثير من يعني الدواوين كان دائما يعني يركز على قضية
الأمور اللي يعني ضربت نسيج المجتمع في الآونة الأخيرة من تسميات ما كان لها وجود في السابق. نعم أبو محمد، من خلال عملك كطيار في